شهرين التالي دول العيد عنده شهرين التالي استدعوني انا وثله من الشباب سواديزون اللي ناجحين في حياتهم باش نقابلوا بيجي قايد السبسي. اختارونا بعد ما مشينا في بروجرام لامريكا سواديزون لي جون اللي نجموا يخلقوا حاجه جديده في حياتهم نجموا يبدلوا حاجه جديده في حياتهم دونك مشينا تعلمنا غادي ليدرشيب وحكايات كيما هكايا ورجعنا هنا وبعد عام من اللي روحنا اختاروا الكعبات اللي وصلوا بلوز وموا باش حققوا حاجات في حياتهم باش يمشيو يعديوا ميساج على لي جون هذوما الكل كيما كنت تحكي هي ديما تو كيلكان كي ريبريزونت الكوميونيتي الكل اللي باش يمشي يحكي قدامه. واحنا ماشيين في ثنيه ستريس ماشي ويطلع ماشي ويطلع خاطر مع العبيد اللي موجودين اختاروني انا باش نحكي في بلاصتهم وباش نقول الميساج اللي لازمنا نوصلوه لبيجي قايد سبسي. والميساج اللي حبيت نحكي عليه اللي هي اللواء نتاع ستارت اب. على خاطر في تونس انا شوي انتربرونوز وعندي اجنس ما فماش قانون يحمي الستارت ابور ولا لي انتربرونور من الحاجات اللي قاعدين يصيروا والستارت اب اللي قاعدين يطلعوا توا الكل سواء في التكنولوجي سواء في الانفيرونمون سواء في الادوكاسيون حاجات مش مستنسه بهم الدوله التونسيه. وصلنا قابلناه محليه راجل كبير يظهر لي ما يسمعش حكايات كيما هكايا وحبيت نفسر له بطريقه سيسه العلاقه ما بين المواطنه والدوله. قلت له اسمع راهو المواطنه والدوله كيف انا وامي هي اللي تفهم حتى شيء على حياتي ولا انا كيفاش وصلت هنايا ولا شنو نعمل كل يوم ولا علاش نروح مأخر ولا علاش شعري قصير والا شبيني ما نروحش لدارنا ديما. والمواطن يلزم بشويه بشويه يقعد كل مره يبدلها حكايات في مخه يحاول يفهمها ورانا مانيش طالبين من الدوله حاجه كبيره جوست طالبين منها اللي هي تتاقلم مع الحياه الجديده نتاعنا اللي قاعدين نبنيو فيها تفهمنا وتحل لنا لونفيرونمون اللي احنا نجمو نصنعوا فيه ونخدموا فيه. كلامي حسيته مزيان اما اللي خسروا عليا هو الكل قال لي جيب لي امك تو نفسر لها. علاش تكسر في راسك يا بناتي وانت مشكلتك امك لا اسمع على الواء نتاع ستارت اب لا قانون لا حتى قال لي جيبها تو نفسر لها. روحت بعد المقابله هذيك بالضبط جي العيد دونك روحت لقعفور اصلي قعفوريه مانيش بعيده من هنا روحت فرحه مسروره قلت سي بون مادام تعديت في التلفزه وفي الاخبار وفي الجريده وحكيت لهم على البلاد نتاعي باش يفرحوا على الاخر وباش نزلهم راسهم. وصلت هزني عمي من يدي جريده في يد وفيها تصويرتي من كبير قال لهم هاي بنت خويا هذاك انت مع بيجي شنو يحكيوا لي في القاوي الكل شبيك ما قلتلوش عمل لنا ما عمل عليه كيفاش تحب تخدمهم الشباب ما انت واقفه على بلادك نورمال ما تقول لهم يعمل لنا ما عمل ولا اللي قابلك مره اخرى جونغ خليت خليتك وكل العيله اللي بجنب اللي يخزر لك يقول لك هاي ها وصلتي 28 سنه وطلعت له الرئيس عرستيش جبتيش صغيرات فرحناش بيك تروح للدار تغم على راسك تحط ام ام بي سي 2 تقعد تخمم في حياتك تقولوه شو عملت انا يا سيدي يا بن سيدي كي خديت الباك نتاعي خديته معدل باهي اما في الدار ما عنيش هكا الاسي مصروف يخرجوك تقرا لبرا ولا حكايه انت تبدا تحلم تقول اي جبت 18 معدل امريكا ديريكت ولا فرنسا ونرجع طبيبه ولا محاميه. عملت بريبا في تونس عملت سيكل انجينيور اون شيمي اندستريال سبيسياليتي بتروشيمي برشا كلام صبعيبه ما في الاخر ما عملت بيه حتى شيء. فك الخمس سنين هذوكم قررت باش نجم نعيش روحي ونتاقلم اللي انا ندبر خدم صغار بارت تايم جوب هاو سنتر دابيل هاو كونفيرونس دي فولونتير باش تتعلم حاجات هاو تيديكس كارتاج اول اديسيون وكل مره تمشي لبلاصه تتعرف على عبيد جدد وتقول لهم جوست جربوني تو نحاول نتعلم ونتاقلم في البلاصه هذيك. دونك في الخمس سنين هذوكم لقيت روحي خدمت جورناليست خدمت فيكسر اللي هو يتخدوي من الانجلي للعربي ومن العربي للانجلي خاطر ما عنديش السكيلز نتاع الجورناليزم مي سما ابخي باش نتعلم الميتيه هذيك. خدمت انيماتريس راديو في اكسبريس اف ام خدمت في التلفزه للي نهار اللي خديت الشهاده نتاعي قلت اي ذاتس ا جول سي ان اوبجيكتيف اللي حطيته وخللت له أودولاد شنو عشت في الخمس سنين هذوكم والتكربيس والتعب اللي تعديت بيه عندي اوبجيكتيف حطيته في حياتي وخلطت له اي ديد اتشيف ات تو لازمني نخدم له لازم الشهاده هذيك تمشي تبوستولي بها في بلايص لازمك تمشي تلقى خدمه وتبدا تخدم وتبني حياه من الاول وجديد على خاطر الحياه اون فيت تبدا وقت اللي تكمل القرايه نتاعك. في الوقت هذاك نلقى روحي تبدلت ياسر ولي الباسيون نتاعي ما عاد جوست شيمي الباسيون نتاعي وليت حاجه اخرى اللي هي كوميونيكاسيون اللي هو الكوبيرايتينغ اللي انت يجي كليون والا اون مارك تقول لك هاي عندي المشكله هذه لازمنا نفسروا للعبيد الحكايه هذه
وانت تتروف دي سوليوشن والا تو ايماجين دي سيناريو وتراهم كيفاش يتعاملوا في الاخر يطلع افيشاج اوربان والا سبوت في التلفزه والا حكايه ميم سي ما قريتيش حاجه حبيتها على الاخر. دخلت نخدم في دي اجنس دو كومونيكاسيون العام الاول العام الثاني العام الثالث حسيتها نفس الحكايه كيما نخدم في اجنس والا نخدم في شانتيم تاع بتروشيمي على خاطر لازمني نبوانتي 8 نتاع الصباح ونروح 6 نتاع العشيه وما فماش حتى قيمه وقدر للكرياتيفيتي اللي عندي واللي نحب نخلقه. ومن الاخر كل ما نروح لدارنا عندي نفس الحكايه نتاع هاي هاك ما خدمتش بالشهاده نتاعك فيني فلوسك شنو تخدم نهار كامل وكل شيء واشهار واشهار مش الاشهار هذا يدخلوا بيه برشا فلوس. قعدت قلت تعرف كيفاه ابش حل الاجنس نتاعي نعمل أموري كما نحب أنا على رأيي no rules I want to hire only young people je veux recruter les personnes اللي في حياتهم هما عاشوا مشاكل كما في حياتي أنا اللي ما يلقاوش وين نجموا يخدموا اللي يحبوا يتعلموا اللي يحبوا يكتشفوا الباسيون نتاعهم اللي يحبوا جوست يجربوا ماهيش حاجة كبيرة المهم تمن بروحك وتعطي روحك شوية opportunity chance باش تخلط اللي تحب عليه. دونك ثلاث سنين التالي حليت لاجونس هذايا وبديت ريكروتي في العبيد. يا اخي نلقى روحي انفيت نحب ولا نكره نتصرف كيما امي بالضبط والا كيما الدوله تتعامل مع المواطنين مسكينه ولا عندي شويه اكسبيريونس اكثر منهم ونفهم شويه تلقاني كان هو يوخر في البير وانا روحت نكلمه نقول له شبيك انت مازلت في البير ومتحبش تروح تخدم من داركم على خاطر نخاف عليه شويه والا كيجي مخر وانا عطيته هكا القانون متاع يو ار فري اجا وقت اللي تحب وراح وقت اللي تحب المهم بينك وبين روحك تكون ريسبونسابل نبداو نخدموا التسعه يجي هو مساعتين متاع القايله ما جامش تقول ليه هذا شاب مستهتر وما يحبش خدمته تبدا بينك وبين روحك تخمم تقول بوتيتر الكارت عطلت دارهم بعيده صباح ريقد اما سي سور باش يكمل خدمته يبعثها في وقت الديدلاين هذاك. وكل ما يزيدوا ليميت وكل ما شويه بشويه جيتي ديسو من الصغار اللي دخلوا يخدموا في الجدايس على خاطر كلهم اول مراهم عندهم كالباسيون نتاع ما يوقفني حتى شيء نجم نعمل كل شيء نجم نيكيليبري ما بين قرايتي وما بين خدمتي نحب نسافر عندي دي زوبجيكتيف كبار على الاخر في حياتي نحب نعمل كذا راني جاي من جندوبه ونحب نجرب حكايات جدد مي او فينال كي يصعب عليه شويه ويقوى عليه الضرب هكا الافكار اللي عنده في مخه والاحلام اللي عنده في مخه الكل شويه بشويه تولي تتعب. قلت تعرف كيفاه كيما قالوا دارنا شهادتي مسمار في حيط كامل نقرا على روحي نخدم على روحي ندبر مرايه ولا ندبر راجل ونعيش هكا الستابيليتي اللي علموهالي ولا قراوهالي والا اون فيت يوكلوهالنا في مخاخنا ملي احنا صغار ملي نبداو نقراو في المدرسه راهو يلزمك تجي 8 متاع الصباح وكي تجي مخر تاكل تريحه راهي البوز نتاعك من الساعه الماضي ساعتين راهو 6 كي تروح تاخو نص ساعه لعب نص ساعه تلفزه وتتعشى فيها ومن بعد تشد تقرا على روحك خاطر يلزمك تطلع قراي ويلزم عندك شهاده في الاخر اي او فينا تو تو روتروف ميتر لي رولز اللي انت كنت هارب منهم هكا متاع لا نبوانتي والتسعه يعيشكم وتولي بشويه بشويه ما عادش لا مامون بول مي اكثر المانجر والا جيرونت وكي تولي مانجر وجيرونت تولي تشوف شويه خوف يعني العبيد تولي تشوف شويه كيفاش نعبر عليها مش ريسبي ومش شويه متاع انت تملي علينا في القوانين كيما هكا الدوله تملي على المواطن نتاعها قوانين كيما امي تملي عليا انا قوانين على خاطر سوا ديزون اون ايت اريفي à une position où on sait qu'est-ce qu'on doit faire si on veut avoir un résultat. عندي واحدة في البيرو ديما تقول شوف الكاس المليان ما تشوفش الشطر الفارغ. كي نبدا نحكي هكايا على العبيد اللي ما نجحوش في الجدايس ولا ما وصلوش عملوا ان اوبجيكتيف كبير، ننسى اللي فما برشا عبيد دخلوا الجدايس ومجالوا يخدموا في الجدايس اللي فهموا شنو الباسيون نتاعهم وكيفاش يبالانسيوا حويتهم وقتاش يلزمهم ياخذوا كونجي باش يسافروا وقتاش يلزمهم يقولوا لي عندي قرايه مانيش باش نجي نخدم وما يجيش يقول لي انا يجي يقول للكليون اللي هو يجي لي فيه وتبدا عمرها 20 سنه ولا 21 سنه وكانت قبل تخدم سيرفيزا في قهوه وما عندهاش باش تخلص قرايه نتاعها تلقى روحها في اخر الدنيا في عين زغوين تخدم في اجنس دو كومونيكاسيون وهي تقرا في منوبه ماركتينغ وتارهم في حي الخضراء اما يلزمها كل يوم تعمل السيركوي هذيك باش تقرا. او فينال بعد ما غميت على روحي هزيت هكا الجرايه ومشيت لامي قلت لها انت فرحانه بيا بطبيعه بديت فكت تخرنين نتاع لي وما يجيش وين درا شنو
مي او فينال مغلبتها كانت كلمه واحده اللي انا نعمل فيه تو حاجه نحبها على الاخر حاجه تخليني نحلم حاجه تخليني نقوم صباح من الفرش بتاعي ونقول I can do more I can give more there is no destination ما فماش ان اوبجيكتيف واضح في الاخر نتاع نحب نولي مليارديره ولا نحب ندور العالم الكل ولا نحب يولي عندي ايكيبا نتاع 200 عبد it's more about the journey شنو تعيش كل يوم شنو تكتشف كل يوم شنو تكتشف في روحك كيفاش تكتشف حاجات اخرين في عباد وحدات اخرين كيفاش يكون عندك لا فورس لا باسيون دو فير سو كو تو فو فير تو لي جور فوالا ميرسي